واحد مجموعة ديال الشباب كنهتموا بالبيئة، كنقوموا بعدة أنشطة، منها كنسافروا من دوار رحمنا حتى العرائش أو حتى القصر الكبير من أجل حضور ندوات أو من أجل حضور أنشطة بيئية. بما أننا نقوم بهذه الأنشطة وبما أن البيئة كتعنينا، وحنا كشباب اللي يتزأ من البيئة والإنسان كله كيهتم بالبيئة، خصوصا حاليا بأن كرسائل بأن البيئة يعني ماشية وهي في التدهور، خصوصا في النواحي ديال العمرة كتلقى الأزبال وكتلقى في كل مكان. وبما أننا كنحضروا وكنستافدوا وكنزيدوا نتعرفوا، التقينا بالمرصد بالصدفة في إحدى الأنشطة، وطلعنا للبرنامج ديالهم وتعجبنا بالأفكار ديالهم والطريقة اللي كيخدموا بها الأكاديمية. وجات صدفة، هذه كانت صدفة زوينة، تعرفنا على بعضياتنا وتعرفنا للأهداف ديالهم، ومنها بغينا نأسسوا واحد الفرع في جيعة العوامرة. حنا كشباب كرحمة بنية أو الرئيسة ديالنا كوثر الرواز، وكذلك عبد الغفور كحيل، وكذلك رضوان الشادلي وابراهيم الدغمية، حنا كشباب أسسنا واحد الفرع ديال المرصد المغربي للبيئة والتنمية. ولهذا كنشكروا بزاف الناس الفرع ديال العرايش على التسهيلات اللي قاموا بها وعلى التزكيه اللي عطاونا وعلى الارشادات والنصائح ديالهم، وثارنا واحد العنوان اللي كيخدموا عليه في هذا الملتقى، هذا الملتقى الايكولوجي الايركولوجي اللي كيهتم بالبيئه والاثار. حنا ما احوجنا باننا نهتموا بالبيئه ديالنا وبالاثارات ديالنا. شكرا.